ففي اللحظة دي كان مهم جدا ان يبقى فيه عمل درامي مش سينما، المرة دي مسلسل قريب من الناس في منطقة في وقت جماهيري سواء في رمضان، تطرح هذه القضية بشفافية كاملة، بدراما، بفن، بقضايا حقيقية. يعني تقريبا 80% مما هو معروض في هذا المسلسل من ملفات محاكم أحوال شخصية، يعني بعضها بذلت مجهود أنا غير الاسم بس، يعني لدرجة لأنها مليانة دراميتها ومليانة مشاكلها الناطقة لوحدها في عمل درامي يعني يثير العقل والقلب معا. لم تقلق انك تقدم ده عمل تقيل يعني فيه كثير من التفاصيل، وفي يعني مش عمل دمه خفيف يعني زي ما بنقول ما قلقتش انك تقدم هذه الوجبة الثقيلة اللي هي فيها اعمال العقل زي ما انت بتقول، وفيها قضية مهمة للمرأة المصرية في رمضان الناس برضو بتبقى عايزة حاجة لطيفة يعني. صحيح، بس هو عموما اي مشاكل المجتمع المصري بيصادف بيقابلها وبيحلها بيبقى طول الوقت في جانب المرح والمتفكه والمنكت، ما بياخدهاش يعني هي عوامل قاسيه وامور قاسيه للغايه، لكن لو رحت محكمه الاسره هتلاقي ستات بيهزروا وبيتحكموا من ضمن يعني من كتر الغلب اللي هم فيه. ايوه يعني شر البليه. ضحك الغلب كتير قوي في المسلسل، والمسلسل مش قاتم لكنه واقعي للغايه، وفي نفس الوقت مصري جدا. يعني خدي بالك القضايا دي مصريه صميمه، لان احنا ننفرد دونا حتى عن دولنا العربيه المحيطه بمثل هذا القانون بمشاكله.